طب بعد اذنك عندي سؤال. اتفضل. سؤال معلم، بيقول لي ارتفاع درجة غليان محلول كربونات الصوديوم ايوه اني A2CO3 ايوه عند درجة غليان محلول كلوريد الصوديوم. تمام، برافو عليك، ده سؤال جميل جدا. السؤال ده بيقول ليه لما بحط محلول هيدروكسيد كلوريد الصوديوم بيديني درجة غليان، لو حطيت محلول كبريتات الصوديوم بيزود درجة الغليان. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في القواعد اللي بنسميها الخواص الجمعية. شفت الحلقة دي؟ الخواص الجمعية هي بتعتمد على، او خواص المحلول بيعتمد على عدد الايونات وليس نوعها. فانا لما بحط ال NaCl دي في المية بتتفكك بتديني Na زائد Cl، Na بوزيتيف و Cl نيجاتيف. لما بحط ال Na2SO4 ده بيتفكك وبيديني 2 Na بوزيتيف زائد Cl زائد SO4 نيجاتيف 2، مش كده ولا ايه؟ لما فككت المول ده طلع كام مول عندي يا احمد؟ 2. انت معايا يا احمد؟ معاك. يبقى هنا لما حطيت ال NaCl في الميه اتفكك الى اي، الى مول من الايونات الموجبه ومول من الايونات السالبه، يبقى 2 مول. 2 مول تمام. لكن هنا لما طلع، لما فككته اداني 2 مول من الصوديوم وواحد مول من الصلفيت، يبقى هنا عندي ايه؟ يبقى 3 مول. كل ما يزيد عدد الايونات كل ما يزيد معاه درجة الغليان. معايا؟ دي نقطة. وكمان لو اتكلمنا عن درجة التجمد، ده كل مول بيزيد، يعني كل مول بيتكون، يعني لو جيت مثلا جبت مول سكر وذوبته في المية، مول السكر ما بيتأينش فبيفضل زي ما هو مول سكر. للسكر مثلا لو قلنا C6H12O6 ده لما بيدوب في المية بيديني واحد مول برضه. لكن لو جيت انا حطيت ال NaCl، خلي بالك انا بتكلم على درجة التجمد يا احمد بالمرة، بدل ما انت اتكلمت على غليان انا اوضح لك الفكرة كمان بغليان وكمان التجمد. الغليان بيعتمد درجة حرارته على عدد الايونات بتاعت المادة المذابة وليس نوعها، وليس ايه؟ نوعها. هنا بلاقي ده لما دوبت السكر اداني واحد مول، لما دوبت ملح الاكل اداني كام؟ اداني 2 مول. الله، بقول لحضرتك ان درجة تجمد المية بتبقى وهي دايب فيها واحد مول من السكر ناقص درجة 0.86 ديجري سيلسيوس، يعني المحلول السكري بيتجمد عند هذه الدرجة لانه بيتكون من 1 مول. لكن محلول الملح اللي بيتكون من 2 مول لما اجي اجمده يتجمد عند ناقص 1.86 تايمز 2. ليه؟ كل مول بحطه كل مول بيزيد بيخفض درجة الحرارة عندي بمقدار 1.86 او 1.86 من 100 درجة تحت الصفر. معايا يا احمد ولا فصلت؟ اوكي، ما يجراش حاجة، اتمنى ان تكون بتتابع واكون جاوبت على سؤالك وزودت عليك، واتمنى تكون بتتابع معانا. لكن انا سعيد ان انا اسمعك يا احمد من هنا، اهلا وسهلا.